إخواني وأخواتي، نعيش الليلة مع قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذه الآية فيها بشارة لأصحاب التوحيد الخالص لله تعالى بالأمن والأمان في الدنيا والآخرة، في الدنيا بإنابة القلب والثقة بالله وفي الله، وفي الآخرة بالجنة دار النعيم. الإمام الطبري في التفسير يقول في معنى الآية: الذين صدقوا الله وأخلصوا له العبادة ولم يخلطوا عبادتهم إياه وتصديقهم له بظلم، يعني بشرك، ولم يشركوا في عبادته شيئا، ثم جعلوا عبادتهم لله خالصا، أحق بالأمن من عقابه مقربة عبادتهم ربه. من الذين يشركون في عبادتهم إياه الأوثان والأصنام فإنهم الخائفون من عقاب مكروه عبادتهم، أما في عاجل الدنيا فإنهم وجلون من حلول سخط الله بهم، يعني خائفون من نزول العذاب عليهم، وأما في الآخرة فإنهم موقنون بأليم عذاب الله. فالظلم هنا إخواننا الشرك بكل أنواعه، وفي لطيفة التكنية عن الشرك بالظلم، الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير يقول: والظلم الاعتداء على حق صاحب حق، يعني تعتدي على حق آخر. والمراد به هنا إشراك غير الله مع الله في اعتقاد الإلهية وفي العبادة. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، في سورة لقمان، لأنه أكبر الاعتداء. لأن الظلم اعتداء على حق صاحب حق، يبقى الشرك أكبر اعتداء. ليه؟ إذ هو اعتداء على المستحق المطلق العظيم سبحانه، لأن من حقه أن يفرض بالعبادة اعتقادا وعملا وقولا، يعني باللسان وبالعمل بالأركان وبالاعتقاد بالجنان، لأن ذلك حقه على مخلوقاته. ففي الحديث: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقد ورد تفسير الظلم في هذه الآية بالشرك في الحديث الصحيح في الصحيحين وفي السنن ومسند أحمد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على المسلمين لأنهم فكروا الظلم هو أي نوع من أنواع العدوان، سواء ظلم النفس أو ظلم الغير، وهذا كثيرا ما يقع منا. فقالوا: يا رسول الله، وأينا لا يظلم نفسه؟ مين فينا ما يقعش في الظلم حتى بظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس ذلك، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ وذلك أن الشرك جمع بين الاعتراف لله بالإلهية والاعتراف لغيره بالربوبية أيضا. ولما كان الاعتراف لغيره ظلما كان إيمانهم بالله مخلوطاً بظلم، وهو إيمانهم بغيره سبحانه وتعالى. عشان كده سمي الشرك بالظلم، لأنه اعتداء على صاحب الحق المطلق العظيم وهو الله سبحانه وتعالى، الذي ينبغي أن يفرض بالعبادة والتوحيد. إن شاء الله tonight we will go in details with the verse when Allah subhanahu wa ta'ala said what can be translated: those who believe and did not mix their belief with disbelief, with any doubt, those have peace, and those are the ones who are guided.
And in this verse, a good news for to those who have complete admission and belief in the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, that they will enjoy peace in this life and in the hereafter. And in this life, they will have contentment as they trust Allah subhanahu wa ta'ala, and in the hereafter will be the ultimate prize, which is heaven. Imam al-Tabari said, those who believe and are sincere in this, in their belief to Allah subhanahu wa ta'ala, and they did not mix their worship with any association of other with worship with Allah subhanahu wa ta'ala, they made their worship absolute to Allah subhanahu wa ta'ala, and they are more deserving to have that kind of a peace and comfort and tranquility in their life. And but those who associate, partner with Allah, and they believe in idols, those who will spend their life on earth afraid of the retaliation of Allah subhanahu wa ta'ala, and in the hereafter, they will be actually certainly having a severe punishment. And Imam Ibn Ashur defining the word aggression or disbelief in the verse, the meaning of the disbelief. But the word aggression is to actually to have an offense against the one who have the right have all right. And but what's intended with offense here is disbelief in Allah, in believing in His oneness. And Allah subhanahu wa ta'ala said what can be translated, that disbelief in Allah is a huge offense. That's the meaning of a clear verse. Because it is an offense against Allah subhanahu wa ta'ala, the one who is deserving absolute worship. Because it's his right to be worshipped alone, believing in deeds and in saying. You believe it, you say it, and you actually apply it in your deed. And in hadith, that the Prophet peace be upon him said that the right of Allah over His servant is to worship Him and not associate any partners with Him. And also in another hadith in Sahih, on Rasul of Abdullah ibn Mas'ud, that he said when the verse came that those who believe and do not mix their belief with any disbelief in Allah, they will have peace and they are the one who are guided. That was actually a hard for the companion understanding the superficial or the general meaning of the verse, because they went to the Prophet Muhammad peace be upon him and said, and who is among us does not have an offense, any kind of offense? And the Prophet peace be upon him said, it is not that kind of offense, it is the disbelief in Allah. Didn't you hear what Luqman said to his son in Surah Luqman verse 13, that he said, oh my son, do not disbelieve in Allah, as disbelief in Allah is a big, huge offense. And this disbelief, the disbeliever, if you will, or those who associate partner with Allah, they combine between believing in Allah, but they associate others with Him. And when that admission, with that admission, comes that severe magnitude of an offense against the one and only Allah the Almighty. فمن آمن بالله إيمانا خالصا وعمل صالحا ولم يخلط إيمانه بأي نوع من أنواع الشرك في العبادة كان له الأمن في الدنيا والآخرة. قد ورد في حديث عند أحمد الطبراني وغيرهما قصة رجل عمل قليلا في إخلاص وإقرار بالحق ومات فدخل الجنة وتولته الملائكة تكريما له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخلص دينك لله يكفك القليل من العمل. أخلص دينك لله يكفك القليل من العمل.
شوف هذا الرجل في حديثه روى أحمد الطبراني عن سيدنا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفرة من سفرات رسول الله في غزوة من غزواته فلما برزنا من المدينة لما أصبحوا خارج المدينة إذا راكب يوضع نحونا يعني مسرع مقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأن هذا الراكب أتاكم يعني يريدنا قال فانتهى الرجل إلينا فسلم فرددنا عليه فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أين أقبلت؟ قال من أهلي وولدي وعشيرتي قال فأين تريد؟ قال أريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فقد أصبته هو بين يديك وده من تواضع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش أنا زار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا أنت أدركت الرجل اللي أنت خارج عشان يعني صلوات الله وسلامه عليه فقال يا رسول الله علمني ما الإيمان فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت فالرجل النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ويقول أقررت يعني أقررت بهذا الذي قلت به يا رسول الله موافق 100% وأعمل يعني أقررت إقرار عمل يعني قال ثم إن بعيره دخلت يده في شبكة جرزان الفران عاملين حفرة فالأرض مخوخة والحفرة كبيرة أوي طبعاً فران جبلي عتيقة فعاملين حفرة فوقعت رجل الجمل يد يعني رجله الدمنية يعني يده فالراجل انكفأ وقع على إيه؟ على رأسه فهوى بعيره وهوى الرجل فوقع على هامته فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل الحوا الرجل هاتوه قال فوثب إلي عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما فأقعداه فقال يا رسول الله قبض الرجل الرجل مات أن وقع على رأسه ويقال في رواية أن رقبته انكسرت يعني كسرت رقبته فقال يا رسول الله قبض الرجل فأعرض عنهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني هما بين يدي الرجل رجل بين أيديهما فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت ناحية أخرى ثم قال لهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما رأيتما إعراضي عن الرجل فإني رأيت ملكين يلسان في فيه من ثمار الجنة شفت اثنين من الملائكة بيطعموه من ثمار الجنة فعلمت أنه مات جائعا يعني الراجل قطع الرحلة وجاع جاء في رواية الإمام الحكيم التلميذي إنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا جيت من بلادي وتراعي ومكان كان زادي وزوادي هو خضر الأرض يعني ينزل يلاقي حاجة خضراء زي المرعى يعني ينزل يرعى فيها كده يطفر شوية حاجة خضراء من الأرض كده وينفضهم ويأكلهم ده كل أكله اللي أكله في رحلته فكان يعني شديد الجوع فجاءت الملائكة فأطعمته فإني رأيت ملكين يلبسان في فيه من ثمار الجنة فعلمت أنه مات جائعا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا والله إن الذين قال الله عز وجل يعني فيهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لأنه لم يخلط ما اقراره بأي نوع من الظلم وفي رواية هذا ممن عمل قليلا وأجر كثيرا عمل قليلا وأجر كثيرا من أقر بالإيمان وأقر بالإسلام وأقر للرسول صلى الله عليه وسلم ما قال حتى مات ثم أجر على ذلك أجرا كثيرا فالنبي صلى الله عليه وسلم في رواية الحكيم الترمذي قال أسمعتم بالذي في آخر الخلص أسمعتم بالذي عمل قليلا وجزي كثيرا هذا منهم أسمعتم بالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم
أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فإن هذا منهم والذي بعثني بالحق ما بلغ الأرض حتى ملئ شدقه من ثمر الجنة اغسلوا أخاكم وكفروه وصلوا عليه. هكذا ينفع العمل القليل مع الإخلاص، ينفع العمل القليل مع تجريد التوحيد، مع صدق الإيمان بالله عز وجل. أخلص دينك لله يكفك القليل من العمل، أما عمل كثير مخلوط بالرياء ومخلوط بالشقاق ومخلوط بأشياء كثيرة هذا يفسد كثيرا من العمل وقد يفسد العمل كله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم صدق الإخلاص. اللهم آمين رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. So whoever believe in Allah subhanahu wa ta'ala and put his belief in action, act upon that belief, and did not mix any of his belief in with any kind of a disbelief in Allah, he will have that peace, that tranquility in this life and the hereafter. Because narrated by Imam Ahmad and al-Tabarani and others, a story of a man that he did very little deeds, and but he was sincere, and when he sincere in his belief, and when he died, he entered heaven, and the angel kind of honored him into heaven. And about this story, it's narrated by an authority of Jarir ibn Abdullah that he said, we went out with the Prophet Muhammad, peace be upon him, out of the Medina in one of his battles. And as we are outside Medina, we saw a man coming on his camel approaching us. And the Prophet said, and he was coming in a hurry. And the Prophet, there is a rider is coming, coming to reach us. And when the man came to in the presence of Prophet Muhammad, peace be upon him, the Prophet asked him, where did you came from? He said, I came from my family and my children and my tribe. And asked him, what do you need? What do you want? And he said, I want the Prophet of Allah. And the Prophet in humility said, you are with him, you are talking to him. And the Prophet, peace be upon him, said, the man asked the Prophet, peace be upon him, said, teach me about faith, teach me about belief. And the Prophet Muhammad, peace be upon him, told him that to witness that there is no God except Allah and Muhammad is his prophet, to do pray, perform prayer, give your zakah, fast Ramadan, and do pilgrimage. And the man said, I agree and I submit in belief and in action to these pillars of Islam. And as the man was talking to the Prophet, the camel legs actually got into a ditch that was kind of a burrowed by rats in the desert, and the camel kind of his feet buckled and he fell, and the man fell off the camel and he fell on his neck and he actually died and on the spot. And the Prophet asked his companion to help him. And Ammar ibn Yasir and Huzayf ibn al-Yaman came to him to set him up. And they said, O Prophet of Allah, he is already dead. And the Prophet kind of looked the other way. Then they told him again that the man is dead. And the Prophet, didn't you see me kind of looking the other way as I actually witnessed two angels feeding the man from the fruit of heaven? So as they were seeing the man dead, the Prophet was seeing a whole different picture of the man with angels around him, feeding him from the fruit of heaven. And the Prophet said, I knew that he passed away hungry. And then the Prophet Muhammad, peace be upon him, said, by Allah, this is a man among those who Allah said about him, what can be translated, those who believe and did not mix their belief with any kind of a disbelief or associating partner with Allah, those who are will enjoy peace and those are the guided. And in another narration that the Prophet said, this is among those who did very little deeds, but their rewards and their returns are great. So this is how
we get the meaning of the story of very little deed with sincerity. As the Prophet also said in another hadith, if you do very little of deeds with sincerity, if you are sincere in your belief, very little deeds will be enough for you. So it's all about sincerity in your belief and sincerity in your deed, and that's how those who have this complete trust and believe in Allah and the oneness of Allah enjoy that peace and harmony lives.